السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط على لايك عشان يوصل لكل جديد، ولأنه فيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 29/6/2024. ونبدأ. أولا يضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل للمستهلك. في المقابل الأسمنت يضاف له من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك. وجاءت أسعار الحديد كالتالي: بلغت أسعار الحديد اليوم في شركة عزة 41100 جنيه، وصل سعر حديد بالشاي 41000 جنيه، كما وصل سعر حديد السويس 39000 جنيه، كما وصل أسعار الحديد في شركة المصريين 41000 جنيه، وسجل سعر حديد الكومي 36500 جنيه، كما سجل سعر حديد العشري 36500 جنيه، كما سجل سعر حديد مصر ستيل 36200 جنيه، وقد وصل سعر حديد بيانكو 37000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فبلغ كالآتي: بلغ سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه، أسمنت النصر 1920 جنيه، أسمنت جنوب الوادي 1940 جنيه، أسمنت العسكري 1950 جنيه، أسمنت المصريين 2060 جنيه، أسمنت السويدي 2100 جنيه، أسمنت السويس 2000 جنيه، أسمنت حلوان 1980 جنيه، أسمنت المخصوص 1970 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 29/6/2024. لا تنسوا اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس لعمل ولا يقصر. الله عليكم ورحمته وبركاته.